كنا ممكن نسمع عن واحد بيثبتك بمطوى، لكن مش بقالي مش بقالي بقالي 10 سنين شغال في السلاح، وكان الضحيه هو ابني. انا مش هسلم سلاحي، هسلمه لمين؟ هسلمه لوزاره الداخليه؟ تجار الموت، على من يطلقون الرصاص؟ هذه الاسلحه الناريه التي كانت تجلب في الماضي من اجل الثأر وحوادث الارهاب وتجاره المخدرات، تحولت في ظل الانفلات الامني الى اداه في يد الجميع، بدءا من المواطنين العاديين الى قطاع الطرق والبلطجيه الذين باتوا يستخدمونها للترويع وسلب الارواح اذا اقتضى الامر. أحمد السيد، شاب مصري من بين العشرات الذين اغتالتهم أيدي حملة السلاح بغية القتل والبطش ونهب كل ما تقع عليه أعينهم أو تشتهي أنفسهم المريضة. أحمد ابني تولد في فرنسا 1988، يعني إحنا بنتكلم على 23 سنة. يوم الثلاث ده كان عنده امتحان دراسات عليا ورجع مع بابا من المنصورة لدمياط. قال جه وبعدين قال لي يا ماما هتغدى، وبعد ما اتغدى هاخد خطيبتي عشان انا مشغول عنها وهعزمها، عشان برضه حرام بنتي زي دي انا مشغول عنها، واخر ماده ان شاء الله ربنا هيكرمني فيها، فهجيب المذكرات وهنتعشى واجي. وهو نازل قال لي عايزه حاجه يا ماما؟ قلت له حبيبي استودعتك عند الله وروح وتعالى بسرعه. وجاب خطيبته من المنصوره وراجع بقى دمياط الجديده، يعني المكان اللي احنا بنقيم فيه. فحوالي الساعة واحدة كده بدأ المطاردة، بدأوا يطاردوه عربية ربع نقل وفي عربية كمان مغطياها، يعني ده تخطيط تنظيم. فطبعا بيضيقوا عليه الطريق ليه؟ فهو طبعا عايز يهرب منهم فجري، فقاعد جنب السواق بتاع الربع نقل طلع سلاح آلي وخرج نص جسمه من شباك العربية وبطلقة واحدة بس فرقة العجلة الشمال. فالحقيقة ابني نزل سلمهم المحفظة ومفتاح العربية، فاللي قاعد في العربية قال له مات يلا بقى اضرب. خرطوش واحد فقط من الدراع الشمال على القلب، يعني قضي عليه. لا يوجد إحصاء رسمي حتى الآن بعدد حوادث الاعتداء المسلح التي وقعت عقب ثورة 25 يناير، لكن أعداد الضحايا تؤكد أن الأمر خرج عن السيطرة. إحنا زمان قبل الثورة كنا ممكن نسمع عن واحد يثبتك بمطوة، تمام، هيعورك، واحد هيثبتك كده يعني موس، تمام، آخره لما يكون مجرم طبنجة. أنا ما سمعناش عن الآلي. كنت برا وكلمني وقال لي تعالي يلا عشان عايز اشوفك، وقابلته في الشارع. كل ام بقول لها انا مش بتكلم على ابني دلوقتي، انا بتكلم على اولادكم انتوا. هل كل ام بتستعد لفرح ابنها وبتلبسه بدله فرح هتلبسه كفنه؟ هل بدل ما التلفزيون ده كان يجي يصور فرح ابني جاي يصور حزني في ابني؟ بدل ما يقولوا لي مبروك يقولوا لي ايه شهيد؟ لو عجبكوا كده خلاص. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعلي، قولي لأمي وحياتي عنك ما تعيطي، وحياتي عنك ما تحسنيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أنا وبلدي تعيش. تحاول أجهزة الشرطة والجيش منع هذه التجارة غير المشروعة، لكن زيادة الإقبال على شراء السلاح قابلها ارتفاع ملحوظ في الكميات المجلوبة عبر الحدود المصرية الجنوبية والغربية، وباتت عملية الضبط تتم بشكل شبه يومي. رافقنا إحدى هذه العمليات
لكن يبدو أن العثور على السلاح المنشود الذي تطلب هذا الحشد الكبير من القوات انتهى إلى عبوات قليلة من البيرة والقبض على عدد من المسجلين خطر. لذا كان الوصول إلى تجار السلاح مهمتنا الخاصة. بقالي 10 سنين شغال في السلاح. العشر سنين يعني الحكومة بتقبض فلوس وتاخد فلوس وتسيبك انت تشتغل زي ما انت عايز. عندنا منفذين لدخول السلاح مصر، امريكا واسرائيل والسودان، ده منفذ، والسودان واوغندا ومالي وتشاد والنيجر ده منفذ تاني. من ساعة الحرب بتاع ليبيا ديت بدأ السلاح الليبي يتهرب داخل مصر عن طريق العربان ومهربين. السلاح بيخش عن طريق السودان، بينزل في إنا، ومن إنا بيوزع السلاح في محطة في سوهاج، بيوزع عليها في 5 محطات في سوهاج للتوزيع، ومحطة في الكريمات، فمحطة سوهاج، محطات سوهاج بتوزع على الصعيد، ومحطات محطة الكريمات بتوزع على باقي محافظات مصر مثل زي الشرقية اللي فيها مثلا في بيروح بالبيس، وفي الجعفرة، وفي كوم السم، دولت محطات للاستقبال من الكريمات من الصف. وفي الإسرائيلي اللي هو المحطة الثانية بقى، المنفذ الثاني لدخول سلاح مصر، السفن الأمريكية اللي بتعدي في القناة ديت بتعدي، ومعها الأوردر بتاع إن أنا موديها سلاح لأي دولة، وبتقف واصف عرض البحر الأحمر ناحية الغرداء وشرم الشيخ والحتت دي، وهي نقطة الالتقاء ما بين الغرداء وشرم الشيخ، يعني هما قريبين من بعض، جنوب سيناء والغرداء. وكان للانفلات الأمني الذي صاحب ثورة يناير أثر كبير على هذه التجارة، حيث تضاعفت الأسعار إلى 3 أضعاف ما كانت عليه. والله يا فكرة تجارة السلاح بعد الثورة يا سيدي كانت للحماية، لأن طبعا الفراغ الأمني اللي سببت الشرطة تعب الناس كلها، فالناس كلها عايزة تأمن نفسها، حتى اللي ما بعرفش في السلاح اشتري سلاح. السلاح اللي كان ب 500 جنيه قبل الثورة اللي هو بالنسبة للخرطوش يعني في أثناء الثورة بقى ب 1500 جنيه. زي ما احنا قرينا وسمعنا ان في 80,000 قطعة سلاح طلعت من السام والمديريات الأمن وكده، منها اللي طلع نهب ومنها اللي طلع بيد الشرطة للأهالي.